كل عام وانتم بخير مشاهدينا في كل مكان. اسعد جدا التقي بالمشاهد الكريم. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، سالمين وتامنين دائما. كل اللي بيشاهدونا داخل السودان وخارج السودان، اسعد جدا التقيكم من داخل ميرال باش مهندس طارق التركي. اليوم نحن في ضيافته معي ثلاثه زهرات، ثلاثه نجمات، فنانات جميلات انيقات وراقيات، فنانات صاحبات اصوات قويه، يعني موجودين في الساحة الفنية، إذا غابوا هم أيضا موجودين بأصواتهم وبحضورهم القوي، وإذا موجودين بنلقى دائما أغنياتهم، بنلقى ألحانهم، بنلقى كلماتهم وأصواتهم، بنجدهم عبر الشاشات والسوشيال ميديا. سعيدة جدا إنه أنا أقرب من الثلاثة شخصيات دي والثلاثة فنانات دي، أعرف الرابط القوي جدا بينهم الثلاثة في كثير من الأسرار بتربطهم مع بعضهم البعض. سعيدة جدا أبدأ بك أفراح عصام، بما انك زعيمة العصابة تقريبا زعيمة صح؟ مرحبا بك افراح عصام، كل سنة وانت طيبة. اهلا بك يا رشا، وانت بألف خير، وتحية لكل الشعب السوداني، وان شاء الله دائما تامنين وسلمين ان شاء الله. نايبة الزعيمة انت يا صباح ولا رماز؟ رماز مسكينة. مرحبا بك انت صباح عبد الله، كل سنة طيبة يا رشا، و عيد مبارك عليك طيبات، وكل الشعب السوداني بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب انت بألف خير. رماز مرغني كل عام انت بخير، رح يدل على السلامة. يا رشا وصباح كل سنة وانت طيبة، وافراح كل سنة وانت طيبة، كل سنة ودائما متلمين على المحبة والودل بيناتنا والخوة ان شاء الله للجنة. ان شاء الله ربنا يديم الخوة بيناتكم، نقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايضا عودتك للساحة الفنية اخيرا، ان شاء الله نقول بقوة كده ان شاء الله باذن الله. استعداد ودعم كبير كمان من صديقاتك. اكيد طبعا، هم الداعم القوي بجد، هم السند اللي لقيته انا حقيقي، يعني هم ساعدوك في انه تفكري ترجعي مرة ثانية. هم يتكلموا أول ما أنا وقفتها، لكن بعدها لما حسوا إنه أنا فعلاً القرار كان ما فيه رجعة، حسوا إنه فعلاً أنا ما خلاص ما حقدر أرجع وكذا، فكل واحدة التزمت الصمت، لكن في جواهم أنا متأكدة إنهم نفسهم أرجع يعني. ففي رجعتي هم كانوا أول ناس أنا أفكر أرجع من خلالهم يعني. أول رجعة لي حتكون إن شاء الله بغنية مفاجأة كذا إن شاء الله، وحتتقدم هدية كأول مرة لقناة الهلال. هم السند اللي معي صباح، معي صباح. دي المفاجأة اللي حتكون في الفيلم. وليه اخترتي افراح وصباح يكونوا معك يعني؟ هم القريبات، هم الحبيبات، هم الاخوات، يا سلام، هم الصحبات. تدفعوا لها يا جماعة بعدك بالجد يعني. انا بعتقد يعني حاسه انه افراح هي كانت ضغط عليك كثير في الرجوع. افراح صح والله، لانه افراح زيها كانت معتزله يعني، يعني كنا، لكن غيابها هي اطول. انت سنتين وقتها؟ ثلاث سنين طويله جدا. افراح انت غبتي سنه او لا اكثر. اول حاجه سنة. انا وقفت من الشغل في 2018، رجعت 2019، وقفت 2019، رجعت 21. العزيز اقول لكم الجميل انه غيابكم ما بكون ظاهر. ليه؟ لأن أنتم موجودين حتى بالرغم من غيابكم. صح. يعني بنشوفكم في الأغاني، ميديا سهلت السوشيال ميديا فعلاً. فالواحد برضو بكون متابع أخباركم يعني، ما بحس بغيابكم بشكل كبير. صباح أنت ثابتة العمود كده الراكب وسط صباح مصندقة، لكن صباح برضو موسمية في الظهور. والله ما، لا ما موسمية. يعني كل الناس هسه بتعتقد إنه أنا موسمية، لكن أنا ظهوري صح في التلفزيون ما كثير، بس بنتج يعني حاجاتي الخاصة كثير يعني. بتحبي تنتجي شنو اكثر؟ غنى خاص يعني، مختلف يعني، الايقاعات المختلفه سواء كان تراث يعني، حاجات مختلفه يعني. جميل. حشوف الرابط بينكم، شنو خلاكم انتم صحبات؟ لانه حاجه غريبه انه يكونوا فنانات في مجال واحد صحبات، مثلا مذيعات في مجال واحد صحبات، خبيرات تجميل في مجال واحد صحبات، لانه المفترض انه الناس تكون بتتنافس. ايوه يعني كل واحد عايز الحاجه الافضل له، فكيف انت بتتمنى حاجه جميله وافضل للطرف الثاني وانت معاه في نفس المجال؟ فدي معادله تخيليه صعبه. خلينا نمشي نشوف مع بعض الفيديو كليب موجودين فيه انتوا الثلاثه بقياده رماز، نشاهده مع بعض وحنرجع للفاصل. النبي فوقك يا ساعي البريد تشيل جوابي من ايدك دي لقيت قسيم الرير. النبي فوقك يا ساعي
وابيك من ايدك دي لقيت جسيم الراد. فت دكان علي جبت صرف بزيق والورقة السميحة الفوق حبيبي بليك. فت دكان علي جبت صرف بزيق والورقة السميحة الفوق حبيبي بليك. حطيت في أحلى كلام معصول جميل ورقيق الليلة كم ما فات بعمل معاك تحقيق. نبي فوقك يا جوابي من ايدك دي لقيت جسيم الريد. مبروك العمل يا رماز وان شاء الله بالتوفيق دائما من فيديو كليب ومن احتفال ومن حفل جماهيري للمناسبه. وان شاء الله صديقاتك الدعمات هم لا ما حيتعبوني يعني. ما ادتنا لكن ما ادتنا القروش طبعا حددت حق انت قالي وصل الفيديو كليب لي اصلا صحتنا الساعه 5 صباحا على يومين هي ما ادتنا القروش وما ادتنا اي شيء اصلا انت قالي جايبكم ليه هي يعني لريكم مش حاطه القروش ما ادفع قروش اصل انت لو عملتي فيديو كليب ما حتدفعي لهم صح؟ صح يا ابرا؟ لا ما حيجيبهم بتدفعي؟ ما حيجيبهم عشان ما يدفع. انا عايز اعرف الرابط البدايه بينكم لانه انا بتذكر انه نجوم الغد افراح ورماز بتذكر نجوم الغد باختلاف المواسم. صباح انت مع نجوم الغد جيتي بعدهم؟ انا في اغاني واغاني التحقتي بهم. طيب كيف كان لقاكم انتم؟ والله طبعا رماز طبعا اول دفعه في نجوم الغد. نحن لما جينا ظن انا كبيره يعني. لا انا بالعكس بثبت في اني كنت زهله كبيره كنجوميه يعني. جينا لقينا اسم قدامنا يعني كان كبير وايقونه لانه الزمن ذاك ما كان في فنانات اثنين ثلاثه اربعه أربعة تقريبا هاي هي اخر يعني شنو خلاك انتوا كده تصطادوا بعض وتبقوا صحاب؟ يلا الحصل انه مره نحن كان عندنا حلقه في العيد كان الاستاذ بابكر بيعمل حلقه تمهيديه قبل الناس الجدد يعني ما يجوا في الاستوديو بتاع الصوت وكده. فرماز سلمت علي وقالت لي انا كلمني استاذ بابكر وقال لي انه في صوت واعد جديد. فطبعا من غير اي مكابره الزول بيفرح يعني لانه اساسا انت زول سابقك واول دفعه ونجوم الغد كان برنامج مهم في السودان يعني من البرامج المهمه اللي كان كل خميس الناس بتنتظرها يعني. فبعد ذاك العلاقه بدت من 2006
الله ما ضرك، الله ما ضرك. كوني ان نحن هسه حاليا في وسط ممكن فنانة تكون عارفاك وممكن ما سلم عليك اصلا، فالرماز انها تكون فايتاكي مثلا بالمواسم وفايتاك في الوسط وتجي تسلم عليها وهي جايه بعدك وتقولي لها انه انت صوت واعي. لا اصلا قلبها ابيض، روح طيبه مني، روح طيبه كده. لازم كان احضر اول بروفا اليوم يعني. ناس كثيرين بيسالوني مثلا بيقول لي انه انتوا يعني ظهرتوا زمان شديد مع بعض، حتى كنا في اغاني واغاني في المواسم الاولى بنلبس مع بعض، حتى بنتفق انه احنا بكره حنلبس اسود في اسود، ما عارفه شنو. اي زول كان بيزعلني انه يا اخي انتوا متنافسين يعني، انتوا جيل واحد. انا بعتقد انه يعني الحاجات دي اكيد ورا ناس عاقلين، صحيح؟ يعني اي علاقه ناجحه اكيد مش عاقلين، متوازنين كمان، صح؟ لا عاقلين، موازنين، عندهم تصالح مع نفسهم. ايوه يعني موازنين بين حبك انت لانه تكوني انت الاولى والمتميزه والمختلفه، وانت صاحبه برضه في نفس الوقت. خاتين الرحمن في ما كان في زول بعين انه انت احسن ولا انت انيق اكثر ولا انت غنيت احسن مني. همنا كله كنا احنا نكون نغني ونضحك ونكون وما بنتفارق يعني، لازم ان احنا كنا نقعد جنب بعض يعني. ما كان في نزار عارف صباح برضه تاريخ انضمام للعصابه 2010 انضمت بريماز اول حاجه. ايوه انت علاقتك بريماز اول كانت اول، لانه لما جيت 2010 افرح كانت معك. انا كنت في الموسم، فبعد ذاك انضمت لنا 2011 وكوننا يعني صباح. انت غاسم مش يعني انت او ريماز؟ انا الغايد هسه. ايوه هي الغايد، صاحبتها احنا لميت الجماعه صباح فبقيتوا مع بعض كده. صاحب بجد هي لمتنا. صح جميل. افرح نسمع لك اغنيه ولا فيديو كليب؟ نسمع ريتا كريدا لحي منتصر العاقد من هنا. تكريدة دون الناس قوية وصادقة في الإحساس، ريتا كريدة دون الناس قوية وصادقة في الإحساس، بحسك في طلوع أنفاس دريدة قيدة ما بتنقاس. Baby.
كفي الإحساس ريتك ريت دون الناس قوية صوت كفي الإحساس بحسك في الطلوع فاس نريدة عيد وقت الناس أفراح اختيارك للأغنيات بتشاور صباح ورماز ولا ما دايما؟ ما دايما. أنا بحس بك راسك قوي صباح. أنا بشاور. بتشاوري؟ بتشاوري منو رماز؟ بشاورهم الاثنين. يعني مثلا لو عندي قايد نزلته كان حلو بسمعه لي أفراح وبسمعه لي بيكونوا يعني كذا. رماز. دي غطيطة. بطنها غطيطة شديد. أنا دارجي للأسئلة اللي قاعة سريع. بعد 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 ده كله أنا بطني. عينه خلاص واحدة. واحدة شاغرة بالسهرة طبعا. صح شكلها خلوها قاعدة السهرة. عايز اعرف اكثر وحده فيكم غتيته منه افراح افراح اكثر وحده نوامه غتيته انا بعد وحده نوامه من عايز اعرف 24 ساعه انا بتكلم وخشمته ما قاعد يسكت اي انت زوله برضو صاحبتين من زمن حاسبة انه انا زوله غتيته هاي غتيته انت زولك عارفه شدي انا حاسبه صباح اكثر وحده فينا غتيته ما بتظهر فيها الحاجه نمشي من محور نمشي من محور الغتاته نشوف ما عندنا انا داري اسئله سريعه جدا طيب. عشان كمان المشاهدين يتعرفوا عليكم اكثر عايزه انتوا يعني بتبيتوا مع بعض رماز عندها مناسبة بتبيته معاه أفراح عندها مناسبة بتبيته برضه في بيته صباح نفس القصة يعني عندكم ذكريات كثيرة جدا مع بعض صح؟ أكثر واحدة نوامة منه رماز رماز باتفاق الجمهور طبعا بعترف أكثر واحدة بتتكلم في التليفون منه أفراح توقعتها طبعا أكثر واحدة بتحب السلبي منه أفراح أكثر واحدة بتحب الأكل منه أفراح يا سلام مبسوطة جدا أكثر واحدة لسانها طويل منه أفراح ما في حل ما أرجع أكثر واحدة بتحب السفر منه صباح أنا صباح بيسافر كثير أكثر واحدة فينا أكثر واحدة بتحب اللبس منه أعتقد إنه رماز رماز كلنا يعني أعتقد بإنه رماز يعني زوجة الأعلى فينا أكثر واحدة بتحب التجديد وما تقليدية منه فيكم في شنو التجديد في الشكل تعمل لوك يعني مختلف ممكن حاجة غريبة أفراح جريئة عندها عندها الجراءة فبتجازف ما عندها مشكلة ما حازل أكثر واحدة غتيتة منو أنا شاكلته فيها أكثر واحدة لسانة خفيف كده وبتحكي أي حاجة بتخصها لا ما عندها والله ولا واحدة ما في لكن أقول لك سر يعني أنا من الناس اللي تعاملت معهم ولو قتلت جنب زول ما حتعرف رماز ما بتتكلم خالص نهائي مستحيل تطلع كلام أنت قلته لها يعني ده ما معناته انه أيوة. لا ابدا أيوة. لكن هي بالزياده أيوة. يعني صح ولا ما صح يا صباح حجي حريصه يعني ما بتتكلم خالص معناته الزعيمه يا رماس انا قبل الصباح سكت افراح بس عصابه قويه يعني لكن شنو اديتيني كلام لا معناته الشيء اللي يصير وبتسكتي ما بتتكلمي وبتشيلي يعني هم الاثنين بيحكوا لك انت لكن ما بطلع أيوة لا خالص إيه بالضبط خالص والله خالص معناها هي المسيطره على هي المسيطره بناحيه عقلانيه لكن هي ما بتتكلم اكثر واحده شاطره في المطبخ منه افراح افراح شاطره في المطبخ الاثنين الاثنين يعني انا صباح شوف المطبخ انا صباح جربتها في الحلويات شاطره في الحلويات شاطره شديد لكن ممكن يكون في المطبخ هاي ممكن شنو حاجه الفرن ولا ملاحات لا الملاحات والتبايخ البيت يا زول البيت ناجحه جدا والله دي شهاده من رماز يعني ما تطلع لانها صباح انت اكلتي منها حاجه كثير كثير يدها طعمه شديد والله ورماز يعني لا حلويات لا والله في الحلويات رماز كويسه يعني لكن صباح والله برضو ما سهله خبايص طبعا دي مرحله بعيده رهيبه على فكره في الطبايخ في الاثنين لكن هي عشان هي عندها ام طبعا بتقومي تمشي للحلويات يعني هي تسيطر على المطبخ كذا يعني أكثر واحدة بتحب البرامج والمناسبات والطلعة أفراح هي طبعا ولا دايرة عارفة الإجابة أصلا يعني أنا قاعدة تسألني بحب أسأل أسئلة كثيرة تطلع كلها أفراح بحب المناسبات يعني جاهزة كذا بحب الفرحة والناس والاجتماعيات اجتماعية شديد تاني شو نسأل أي حاجة حتطلع أفراح نحن خلونا نطلع أغنية أحسن نطلع عليك واحدة من الأغنيات طيب حغني لينا سنين الحان ناصر عبد العزيز وكلمات اكرم احمد المصطفى بقول لهم كل سنه وهم طيبين ان شاء الله Thank you.
لينا سنين من الكابل نوعب الشوق لاقينا نسوق الود على التحنان حنين السعيد ناجينا ضفاف الليل محبات موجهنا سوق الود على التحنان حنين السعيد ناجينا
وعيد مبارك على الجميع. في محور جبال طرحت به في انه كيف ناس تكون في مجال واحد وروح تكون طيبه مع بعض. ريماز بدي بك انت الاعقل كده صباح برضو عاقله نخلي افراح بعيد شويه. ريماز انت في مجال واحد كيف ممكن تعلق على افراح تقول والله توبك الليل جميل ويعني تعلق صراحة. ايوه يعني مثلا تعلق على حاجه جميله او تحبي لها الحاجه الجميله او تقول لها طلعي دمها مناسب يلا شوفي او انه مثلا ما تتعاملي مع الشاعر فلان او الملحن فلان او الكلمات تغيري فيها كذا. طالما الحاجه دي مبنيه على صفحه كده بيضاء ما محتاج الزول يفكر ما يعني ما يحب ليهم الخير ما يعلق ليهم على حاجه. ما في لحظه ممكن تحس انه الحاجه دي ممكن تكون لك انت على اساس انك في نفس المجال وعايزه تظهري برضه في نفس لما الشيء الجميل بيعجب بغض النظر لو انا منافسه ليها ولا هي منافسه بالنسبه لي يعني. أيوة. بياض النية هو لغايه الهسه المسيطر على القعده بتاعتنا احنا الثلاثه دي بياض النية يعني بيناتنا هو المسيطر بجد. صباح كيف ممكن يعني زميلتك معك في نفس المجال وهسه مثلا ظاهرين مع بعض انتوا الثلاثه كيف الواحده ممكن انت في مجال منافس تختاري الحاجه الافضل لزميلتك وتفضلها عليك مثلا غنية شكل لحن كلمات كل شيء. انا افراح وريماز يعني ما ختم هم زملاء ختم انهم اخواتي يعني انا ما ولدتهم امي. يا سلام. يمكن لو عندي اخوات انا ما ححبهم قدر الاثنين. يا سلام. فانا بتعامل على اساس انهم هم اخواتي. اختك دي مستحيل يعني يكون حتى في اختلاف انه فنانة ولا غيره الحياة دي أنا ما عندي ممسوحة تماما. يا سلام. يعني ولا للحظة قاعدة أنظر لهم كفنانات حتى ونحن هسي قاعدين القاعدة دي ربنا يديم الود بيناتنا إن شاء الله يا رب. والله يعني يعني أنا عندي رأي شوية مختلف يعني منهم إنه أنا بشكل عام ما بحب الروح المتوترة يعني ما بحب أعيش في بيئة فيها مشاكل نفسية أو زول عنده عقد. ممكن دي تكون من الحاجات الخالية الحياة بيناتنا كمان تمشي يعني. أيوة. صح. لأنه ما في مشاكل. أنا شوية مختلفة منهم شوية في الطبع. أي حتة فيها مشاكل بسيبة طوالي ما عندي صبر على إنه أقعد مثلاً أبرر أنا ما قصدت أنا ما كنت قايلة أنا ما صح. كنت يعني ما بحب أتكلم كثير في الحاجات. صباح ريماز قالت لا لا لا, لا عندي حاجة طوالي هم عارفيني طوالي أنا بقولها يعني. فأنا برضو بعتقد إنه من نجاح العلاقة دي انه يعني كل زول زي ما قلت لك جبال يعني ما في جوالات بينكم خالص. لا 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 انا كده عايز اعرف لانه دائما بنلقى شله بتاعت بنات بنلقى انه في قصه بتاعت جواله كده فلانه قالت بنت قلت بتلقى الناس لافه في دائره واحده. عارفه الميزه في العلاقه يعني في علاقتنا شلون اديك السر بتاعها انه الحاجات اللي عندها علاقه بالخطوط الحمراء ما بيناتنا احنا بيناتنا يعني خصوصيات بعض. ايوه يعني ما مقيدين انه مثلا يعني حياتنا ماشيه في حدود الونسة والقوة والعشرة. أيوة. الحلوة ما قاعد يعني ما ملخبطين الحياة مع بعض. أيوة. يعني فاصلين ما بين الخصوصيات والعلاقات الاجتماعية يعني ما في واحدة بتحاسب الثانية انت طلعت ليه ما كلمتينا أبداً لا مشيت المكان الفلاني ما كلمتينا معناه بالمناسبة دي سر من أسر نجاة علاقتنا احنا ماما انه في احترام للخصوصية احنا ماما دي نعقد مع بعض. أيوة. دي علاقة. أيوة. اجتماعية ده كلامه ممتاز لانه انا بشوف العقد هو بيقيد بين البنات في قصة صح. زي دي صح. وامبارح شفنا صورك في الحتة الفلانية ما كلمتينا ليه فده بكون سبب بتاع مشكلة او فلانة اتغاتت علينا مشت ما كلمتنا بالمكان الفلاني والله ما خصوصية بعض وكل واحدة عندها حياة ثانية تمام حاجة ممتازة يعني حاجة ممتازة جدا. الفيديو كليب لأي مدى ممكن يخدم الفنان برضو في انه يظهر امكانياته الفنيه بشكل اكبر؟ طبعا يعني خلينا نتكلم ما قبل السوشيال ميديا يعني زمان كان الفنان لما يجيبوه في التلفزيون كان بيكون في انبهار. هسه اي زول يعني الرزق بقى مرتبط بصفحات السوشيال ميديا. ممكن انت تنزل اغنيه في اليوتيوب او في اي صفحه مشاهدات تكون عاليه وتشتغل حفلات وكده. لكن انا بعتقد انه لو جينا اتكلمنا في فرق بين 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 الاعلام والاعلام العام اللي هو داخله فيه الصوت والصوره والحركه والحاجات دي تلقائيا كده لما انا اجي اشوف فنان حتى لو كان عمرو دياب مثلا ونزل له صوت حاسمع واي حاجه لكن لما يكون فيه صوت وصوره بتشد انا بيكون عندي فضول انا عايز اشوف الشغل اللي هو عامله كامل. أيوة. فاكيد الصوره بتخلق فضول يعني جوا الناس انه زول عايز يمشي يتابع يشوف الزول ده
شغال كيف، الأغنية عاملة كيف، الليبسينج الحاجات دي يعني. فأكيد الصوت والصورة بيخدموا الفنان يعني. أنتوا الاثنين عندكم فيديو كليبس حنشوفهم في السهرة اليوم، الأكبر فيكم حنطلع بيها هو صباح طبعا. هي عارفة تقولي أفراح طبعا. هي عارفة الكلام. أفراح طبعا هي عارفة الكلام. خلاص إحنا نطلع فيديو كليب نخليها مفتوحة على حسب بعد كده نشوف عادل حيختار لنا شنو. نطلع مع بعض نشوف الفيديو كليب القادم. خرابة حال اللي حيا
حيروا حيروا قليبي ولعنا. مبارك ونحن أصحاب لسه متواصلين معاكم أفراح صباح ورماز. رماز بدينا السهرة دي ونحن نتكلم عن الفيديو كليب اللي أنت راجع به والساحة الفنية بقوة ومعاك صديقاتك معاك أفراح ومعاك صباح. اختيارك لهم عرفناه، لكن اختيارك أنت للكلمات، اختيارك لاسم الأغنية، اختيارك للملحن، اختيارك لفكرة الأغنية عموما والفيديو كليب بالشكل المختلف. طيب الفكرة في الأول الأغنية دي شفتي جاتني في طبق من ذهب، يعني من هنا أنا حابة أقدم كل حاجة حلوة وجميلة وعيدية حلوة لأحمد البلال، وله كل سنة وإنت طيب وربنا يخليك ودائما تمتعنا بالحاجات الظريفة. أحمد عنده حاجات المميزة، أول مرة سمعني ساعد بريد، سمعت الغنية فقال لي رايك فيها شنو ولا سمعك حاجة ثانية؟ قلت لي لا عجبك، أنا بس عاوز الغنية دي. شنو اللي عجبك فيها سعيد بريد؟ حسيت حاجة مختلفة شديد، لأنه يعني أسهل حاجات كلها التواصل الاجتماعي، كان تلفونات رسائل واتساب والحاجات اللي الناس نسيت الجوابات الزمان، والناس اللي بتساهر بالليل وتكتفي الجواب وترشوا بالريحة. أيوة. العاطفة يعني. أيوة. الحاجات البعيدة لذول حاجات بقى سهلة بس حاجات متاحة أكثر. شنو التركب ليه عجبك كده يعني مساك وحسيت انك الأغنية دي انت عايزها؟ أول كوبلي شنو؟ النبي فوقك يا ساعي البريد، يا سلام، تشيلوا جوابي من ايدك دي لايد قسيم الريد، يا سلام قسيم الريد ده حاجه جميله. كنا برضو بين انه نختار قسيم الريد ولا نختار ساعي البريد، فالفكره والموضوع كله كان داير حول منه ساعي البريد. ايوه اللي حيودي الرسائل منه بتاعت الشوق والحب والحاجات الحساسه اللي كانت حلوه زمان دي كلها. أيوة. ما في زول بيوديها غير ساعي البريد. ايوه فجذبتني شديد والله صراحه الاغنيه، قدمت لي دفعه قويه شديد، حسيت وقفتهم معي كأخوان أول. والشكر الثاني لأستاذ عمر القصاص، يعني الزول ده أنا ما حقدر أو فيه حقه مهما قلت يعني هسه في الحلقة دي ولا لقدام، يعني قدم لي مساعدات مما بديت لحد هسه، هو اللي كان داعم أساسي يعني في الموضوع ده، هو اللي قوم الموضوع بتاع الغنية، وأصر إنه الغنية دي لازم تتصور. إخراج من أول منو في الكاست؟ في مؤزر وشاطر ممتاز جدا في المونتاج وفي الإخراج، وما شاء الله التيم كله بتاع التصوير بشكرهم من هنا، بقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين وإن شاء الله دائما تتحفونا بإبداعاتكم إن شاء الله. من فلسفتك لاختيار الأغنية يا رماز، يعني بوريكم كمان قاسم مشترك بينكم إنتوا الثلاثة، غناكم فيه رسالة، يعني ما بتغنوا غنى اللي هو بيضرب كده في الساحة واختفي، لا في اختيار متقن كده للكلمات، في رزانة، في قطع ناشف، في رزانة. لا انت كمان شنو متقلبة الحالات يعني طبعا حيشوف في السهرة حب كده ورومانسيه كمان شويه شكل في الاغاني كمان يا رشا لازم يعني
يعني الغني يكون يشبه سيده شخصيتك، يعني انت بتختار بشخصيتك. ايوه يعني اذا متغلبه او متوتر او حنين او جافي، بتترجم في اختياراتك. ما هو ما في زول بيختار لك الغنى ده. فانا ما عارفه، لكن مرات الزعزعه دي مهمه، لازم انت تكون كده مزعزعه. يعني انا حتى قصتها اللي هي رزاله الكلمه نفسها، يعني اختياركم للكلمات فيه يعني لغه رفيعه، في كلمات. احنا ما جيل يعني ما بقول لك يعني متعلمين مثقفين، لكن جيل محترم. يعني احنا مما قمنا بنغني حقيبه للرواد، ما قاعدين نطلع اغاني عندها اهداف عندها رساله. اي لا لا ده سر. بتختاري كده الاغنيات بالطريقه دي؟ والله شوفي بتختاريها كيف يعني؟ انا ممكن اختار اغنيه فيها حب وانا في قمه حزني، لكن بحب الحاجات الفاطنة وضاد. يعني ما بحب، يعني أنا بحب لازم تكون الأغنية فيها حب، أنا زعلانة إلا الأغنية يكون فيها زعل. المهم حزب التناقضات، آي لازم حزب التناقضات دي مع على حسب الحالة النفسية. يعني ناس في أغنية أنت على الحالة النفسية دي. الحالة النفسية إذا أنا مبسوطة شديد بغني أغنية عادية، وإذا زعلانة بغني أغنية سمحة. أيوه بعدك على حسب جيت أنا غضار. نشوف غنيك ونحدد بعد كده حالتك كيف ومزاجك كيف. صباح في تنوع في إيقاعاتك برضو للأغنيات واختيارك ليها؟ أنا بكون مختلف دائما. أنا بحب التنوع في الحاجات. يعني عشان ما أكون بس متجهة اتجاه واحد، دائما بحب أهبش هنا وأمسك هنا وأمسك هنا. بتركز على الإيقاع أكثر ولا الكلمات؟ على الاثنين كده وكده. في النهاية بختار الحاجة طبعاً اللي أنا حاساها ولاقية فيها نفسي، لأنه الإحساس طبعاً مهم في الغنى. صحيح. فبحب التنوع في الحاجات، بديك يعني كل ما تنوع كل ما بتلقى إنه في حاجات جديدة في صوتك ظهرت. أيوة. في حاجات أنت ما منتبه ليها ممكن. صح. فكده يعني الفنان بطبعه لازم يكون متنوع في حاجات. جميل. نحن نشوف واحد من التنوع ده في واحدة من أغنياتك ونسمعه. أوكي ما في مشكلة. هنسمع يا رشا بشيله حالي. كلمات وألحان أحمد البلال. بنعيد عليه وبعيد عليه وبقول له كل سنة وانت طيب. الزول اللي بيجيب دائما زي ما قالت موزة كبير مع كل الناس يعني. فالحاجة دي هسي نادر انه تتوجد في زمن صعب زي ده. فبقدم له كل الشكر كل الاحترام وبقول له كل سنة وانت طيب، وان شاء الله دائما يعني تبدع في الحياة. هو دائما مبدع، لكن ان شاء الله دائما يعني يكون ابداعه معاكم كده معانا توامه جميله كده معاكي ومع افراح ومع رماز والحان كلمات والحان وصيت للنسامة سلبت بيقوم وملا دمع الهدامة
صباح ان شاء الله عيدية دائما كده تقدميها لنا ان شاء الله في كل عيد. عايزه ايقاع سريع كده في الاسئله، جاوب لي على اجابات سريعه ممكن يكون من غير مبرر. كويس، جاهزين؟ جاهزين. عايزه اعرف الما بترد فيكم على التليفون سريع؟ ريماز. باتفاق الاثنين. ايوه ما بترد، والتليفون صامت له 10 سنه. له 10 سنه من 2010 تقريبا، يعني من ريماز 2010 مع انه كنت معي مبررات من 2010 التليفون صامت. والله ما عم متذكره قريب كده عملت تليفون. علاقتك ما يعني قويه مع التليفون؟ لا ابدا ابدا نهائي. ما عندك علاقه بالتليفون؟ لا 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 لا، ما بتحب المكالمات الهولويات طويله. مكالمات طويله ايوه، الوقت كله اكون ماسكه التليفون وبتكلم ما بقدر. ما زي افراح يعني ضربتي لي 10 مرات ورقم غريب، ما رسلت لي مسج انه انت رشا. ما حرد لي. انت حقه تزاليه مش تقول لها افراح بتتكلم كثير في التليفون؟ طبعا ما جبيني. لا 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 لا، انت لا افراح بتتكلم كثير في التليفون. كم ساعه كده يعني؟ كثير. ممكن تدخلي لها ويتنج كم مره؟ 7 ساعات. لا هو ده كثير. ساعتين ثلاثه يعني. اي عندها بالا سلبه في التليفون؟ اي لا لا مبالغه. طيب الهات امنه؟ طبعا انا عارف الاجابه. الهات اكثر وحده هات صباح ظاهر يعني. صباح ما شاء الله ما بتتكلم كثير، مع انه ريماز برضه ما عندها كلام كثير يعني. ما بتتصدر وما وما يعني ما بالمناسبة ما بتتصدر دي. عايز اعرف لو في واحدة متشاكلة مع زول بر الثلاث، بر منكم انتوا الثلاثة يعني، بتصدر المشكلة بيمشي الشاكل من غير بشاكل. انا عندي طبعا كعب شديد. شنو؟ بستلم الامور. كيف؟ ما بترضى يعني. ما بترضى. صباح افراح مثلا تشاكلت معاك انت. تيجي شاكليني انت؟ النملة ما عندي لك. بقبل منك طوال. انا بتقبل وانت شاكلي. ما بشاكلك. لكن افراح بالشاكل. افراح بالشاكل وبتصدر. مستني الاجابة دي انا. افراح رئيس العصابة. مستني الاجابة دي. يعني صباح مثلا اذا مشكلة مع زول افراح ممكن تستلم المشكلة. في سؤال ما سألتينا اليوم. شنو هو؟ لكن انا حشففك. شنو؟ اول حاجة انت في سؤال، انت ما قلتي منو بيبكي اول؟ والدموع قريبة لأول حاجة. ريماز. ريماز أوعى تسوقها معك بكا. أيوه. ريماز بوريك. أيوه. وأنت نفس الشيء. ناس البكا حيخلوا البكا وحيركزوا مع ريماز. وهي ما جادة في البكا. أنا ما جادة. هي ما جادة إطلاقا. إطلاقا ما يعني برضه ما سوقها معي. لا لا بس سوقها. أضحك. أضحك يعني. الرومانسية أكثر منه. حسن حب أسأله. وفي أسئلة ما سألتوها. حسن حب. طيب. حسن حب من خلاص يقول حسن حب افراح. خلاص خلص السؤال ده نخليه. عايزه برضه اعرف حاجه، السفر بقرب الناس من بعض كثير، حتى لو انتوا اصحاب لما تسافروا مع بعض في تفاصيل كثيره بتجمعكم مع بعض، والسفر بيوري الناس اكثر. صباح انت سافرتي مع افراح وسافرتي مع ريماز. ايوه. تجربه كيف وهنا تجربه كيف؟ افراح متعبه طبعا السيطره على صحتها. انا غيرت مع افراح كل ما اتذكر تجربتي معاها صراحه يعني بموت بالضحك. افراح دي زوله بتاع الشغب. بعدين زوله بتاع برامج يعني يعني زوله ما بتحب القعاد حته واحده وما بتحب الروتين، فتلقيها كله مثل العكس طبعا. وانا العكس. انا بقيت على شديده مهدده والله العظيم يا صباح. ما طلعتي ما تلبسي. انا حقوم حمشي على حالي كده يعني. السفر قربكم من بعض. احلى حاجه انه في القاهره كنت انا عامله عمليه بتاع الزايده. عايزه اطلعك وانت عامله عمليه. وانا عامله عمليه ليا يومين وفعلا طلعت نفسي بعد يومين. طلعت نفسي في نفس اليوم. ما عارفين الكلام ده. ما كان كانت معانا امي. خلاص صاحبه دي ضربت الصحوبيه. وبقيت تهديد. ايوه بقيت تهديد. لكن ريماز ممكن طبعا يكون قريب منك شويه. انا قريبه من شديد. انا وريماز قريبين شديد في موضوع انه نقعد في البيت وانه نكون مملين شديد يعني. يعني عادي ممكن نقعد وما نطلع والموضوع ما لو سفر
كيف السفر مع ريماس؟ لا بنطلع يعني بنطلع اكثر شيء الموضوع كله ما متعبه ريماس ما مرهقه؟ لا انت كغاسم مشترك بينهم الاثنين. انا ما قلت لك انا مرهقه دخيل. انا قلت لك يعني مرهقه شديد طبعا. مرهقه هنا مرهقه في السفر برا البلد يعني هو كله واحد. لكن انت وفراح ما حصل سافرتوا مع بعض؟ لا ما حصل اي سافرنا بس مناقراتكم كذا بالسودان العادي ده كثيره افراح ورماز. الكلمة تمشي على الثاني منو اكثر؟ انا كلمتي بتمشي على دايما يعني انا انا بحكم اكثر ما قاعد افرض عليه حاجه خالص. هي عارفه الكلام ده ردي قولي كلام غير ده. ده كده نوع من السيطره ذاته. لا ابدا يعني لكن انا ممكن اتوقع انه رماز راي الصح. لا ما اقول حاجه ان احنا الاثنين ما فينا زول مخه اقل من الثاني لكن في زول بينفذ في زول مخ. لكن رماز ممكن تكون عقلانيه اكثر انت اندفاعيه اكثر فبالتالي راي رماز ممكن يكون هو صح احيانا. اندفاعيه لكن فعلا اندفاعيه شديده. اندفاعيه صح. ولو بتهدي شويه ممكن تسمع كلام رماز يطلع صح. لا انت ما فهمتي كلامي. انا قصدي انه ان احنا في علاقتنا يعني ما في يعني ما مش بمعنى انه انا دائما كلمتي تمشي لكن انا اللي بقترح لا والله نمشي لا نقعد لا يعني الفكره تجي مني انا. رماز مسكينه تسمع الكلام مش بمعنى كده لكن في الغالب ما هي بتفرض علي. طيب بتسمع كلامي هي بتسمع كلامي اكثر مني. خلاص كده عرفت انا ما قاعد اسمع كلامك. تعرفي انا ما قاعد اسمع كلامك في رايي خلاص ايوه عرفت رئيس العصابه. لو انتوا الثلاثه اختلفتوا في راي برضه راي فرح اللي بيمشي؟ لا 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 كل واحد له راي. اختلفتوا في راي مثلا عايزين تمشوا مكان الفلاني عندكم يوم كده جمعه عايزين تغيروا جو مع بعض بالمناسبه احنا ما قاعدين تتلاقوا كثير نطلع برا يعني كثير. لا برا دي طيب في شو ممكن يخليكم تختلفوا؟ ما نادر قاعدين والله ماشيه ماشي لمناسبة ماشي مشوار عندكم مجاملة عندكم حاجة بتفقوا عليها وتختلفوا عليها نادر ما انه يعني نختلف في حاجة زي تقدير بس يعني يعني مثلا رماز ما ردت انفعلت معاه ردت لي بقت زعلة مثلا او بين زعلة اطول فترة تاخذ زمن كم؟ والله في حياة كده اخذت زمن اخذنا كم انا وانتي اطول فترة زعلنا كنا شوية كده من بعض اول مشكلة كانت زي اسبوع كده تقريبا وده كله بشنو يا سلام على الاصحاب اللي ما رديت وهي عارفه اني زول بيت وما برد على التليفون بالهين. لا هي زادت تتوقف في موضوع تليفونات كثير اسالني انا كضلع رابع ممكن يكون يعني اوريك ليه ايوه انا بعتقد يعني انه يعني انا مثلا متاحه بالنسبه لك ايوه لازم انت تكوني متاحه بالنسبه لي ولا نعم نركب مكانات كده لبعض انت ما تردي وانا ما ارد لك صباح طيب ما تقدر لا صب لا صباح يعني صباح الهدية الرضية يا سلام في موضوع التلفونات ده صباح ما متعبة فعلا صباح بالمناسبة قبل كم يوم هي في تسجيل ضرب تلافي أوقات متباعدة هي في حلقة تلفزيونية ردت لي يا سلام. ما متعبة نهائيا لا في موضوع تلفون ما زي ناس الصام الدين لا رماس التعامل معاه صعب يعني في موضوع التلفون صعب صعب نقوم نمشي نحن كده مع بعض كلنا حنسمع واحدة من أغنياتك. طيب حنسمع قصة ريدة كلمات زوبا عثمان وألحان خالد خلخل حيم من هنا نسمع تلاقوا الشوق والريدة في قصة ريدة جديدة تلاقوا الشوق والريدة في قصة ريدة جديدة إحساس مكتوب في قصيدة الحب يا داب وغشاني بعد ما شفت عينيك
رماز، اخر لمه ليكم كده بيتان مع بعض كانت عندك انت؟ لا كانت عند منو؟ الجوز ديل. وهم بيتين معك انت؟ بيتين مع بعض. هم الفيديو كليب بخصك انت؟ لان انت قومتيهم يوميا، بتقومين على مده يومين؟ يومين. قومين خمسة صباحا؟ خمسة صباحا. فهمي خمسة صباحا لحد الساعة كم؟ لحد الساعة 9. لا لا لا، 11 11 صباحا؟ لا ولا 10 ما في. هو الموضوع لحد الساعة 9، الباقي عملوا شنو؟ ونسوا اكل مره في الشارع ونسوا في العربيه. طبعا عايزه اقول لك حاجه، خمسة صباح اللي ناس بتنوم بدري ما بتبقى صعبه، لكن طبعا الله. اكيد الاثنين بيساهموا. احنا كنا قلبنا اليوم اصلا يومين والله ما بنوم. انا كنت بساهر يعني، لكن قلبنا اليومين دول على انت ما سالتي من بيساهر اكثر منه؟ طبعا افراح بس بس انا كده ما ادري ليها. لا لكن هسه لا، انت لو انتبهت قبل شويه قبل الحلقه، قبل ما نبدا الحلقه جينا قلنا لها فرح لسانك طويل، فسألت رماز بتقول لها رماز انا لساني طويل؟ يعني رماز بس بقت تسبح لي يعني خلاص يعني ما انت عارفه دي بحاجه عايزه لها سؤال. انت ما عارفه الصيغه شنو؟ انه انت تخش للزول كده بعينه وتزعل له، وانت تكون عارف انه بس حتغير رايه. يعني ذكرياتكم شنو؟ انت بيتوا مع بعض طبعا بتساعدوا بعض على السهر. انت سهرتي ولا؟ انا ما عارفه قصص انه لما يشوفوني بيصدعوا دي شنو؟ يعني انا ما حصل صح من قديش هذا اوريك بتصدع ليه. مرهقه افراح افراح في 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 10 دقائق دايره تخلق لك 600 برنامج. نعمل كده نمشي كده عيني اللبسه دي انا اشتريت شرمزه يعني انا الصداع اللي عندهم ده مرهقه شديد. انا السبب لكن والله ما حصل يعني ما ندر نتقابل رماز ما تصدع ولا صباح ما تصدع. حصل الاثنين هم حسن عرفت انه انا السبب يعني يعني كنت قايله انه سبب حاجه ثانيه سببي هذا ما خلينا احرز ما خلاص حدنا الحلقه دي حدنا الحلقه وما في لنا مع الثاني العيدية دي عشان العلاقه بينكم تكون اقوى. مش تبقى سبب في انه الناس تختلف مع بعض. ربنا يديم الحب بينكم والموده والتواصل وطول العمر كده مع بعض انتوا الثلاثه. وبالمناسبه لانه انتوا في عيد شبابكم كده وانتوا متصاحبين، فمعناه ان شاء الله يعني العمر كله العمر كله انتوا مع بعض يا رجاء. بالمناسبه مع الشكل القايمه دي انا حقدم ما نتلاقى
ما نتلاقى خالص. تحية خاصة للشاعر والملحن أحمد البلال، كل سنة وأنت طيب يا زول، يا طيب يا فنان، سعيدة جدا بالتعامل معك. ما نتلاقى خالص، لكن ما تهديها لصباح وريمات. هديها لصباح وريمات، بس هديها مطلوبة. حتتلاقوا، ما عندك طريقة. نسمع. أحسن لي وأحسن لك، ما نتلاقى ما نتلاقى، هتشتاق لي لا اشتاق لك، ما دام الريت ما سعدنا، لا تشاقي حياتي ولا شاقيك. شوق املاك وتملاني محبه، فتش للاحزان اسباب، لا فتش انا للصد سبه، لا فتش للاحزان اسباب، لا فتش انا للصد سبه، بدل الاحساس اللي بينا يموت نرعاه في عزنا يربى. لكن ان شاء الله حنتلاقى، ما حنتلاقى على الود والمحبة حنتلاقى، ما حنتلاقى اكيد طبعا، ما عندك خيار اصلا. ريماز، بداية قوية لك وطلالة قوية ورجوع للساحة الفنية بالفيديو كليب ساعة البريد، ما عايز اقول لك في المستقبل حتعمل شنو او مخططة لشنو، لكن طول ما معك افراح وصباح ما في مشكلة، ما بيجينا عوجة، ما بيجيك عوجة، ما بيجينا عوجة حقيقي والله الكلام ده بجد. عندك خطوات يعني السنة فضل فيها شهور مثلا محددة انه السنة دي عايزة تعمل شنو، السنة الجاية عايزة تعمل شنو، في مواسم معينة عايزة تظهري فيها، عايزة تختفي، حتعمل والله شو؟ لو ربنا مد في الايام ان شاء الله ربنا يديك طول العمر، يعني في باله في حاجات كثيرة وخطط كبيرة عايز يعملها. يعني انا في فترتي الفاتت كنت غايبه فيها او قبلها، انا زول كنت كسوله شديد بطبعي والناس كلها عارفه الحاجه دي، انتاجي بسيط شديد للاعمال لاي حاجه، كنت مقله شديد في حاجاتي، يعني يمكن ظهوري كان بيكون موسمي اكثر. يعني بتمنى ريماز زي ما كنت مختفيه سنوات طويله وحتى قبل الاختفاء ظهورك كان موسمي، بنتمنى انه اشوفك اكيد ان شاء الله، نشوف انتاج غزير ان شاء الله، اكيد نشوف النشاط ونخلي الكسل، محتاجه جدا والله. شيلي شويه كده من الافراح ما شاء الله ما نسحرها، شيلي شويه كده داري خلطه كده لا الدفره دي بدوني لا شاء الله والله ان شاء الله. صباح، بعد تنوع الايقاعات بعد ظهورك ووجودك في الساحه يعني بشكل مرضي ورزين وجميل كده، نتوقع برضه ان شاء الله الفتره الجايه والله يا بتمنى ان شاء الله زي ما قالت موزه لو ربنا مد في العمر يعني نثبت نفسنا اكثر، يعني لحاجات ان شاء الله تفضل قدام وتفضل للاجيال الجايه باذن الله ان شاء الله. طول ما الكلمات فيها رساله وفيها هدف ان شاء الله تكون موجوده وتفضل. افراح والله يعني انا ما حاضيف يعني حاجات كثيره على كلامهم، كلامهم نموذجي وكلام محترم،
ولكن بس انا بتمنى انه يعني نحن كلنا يعني الثلاثه انه الفنان نحن هسه بقينا يعني في زمن مختلف عن الزمن اللي ظهرنا فيه ونحن فنانات اعلام. يعني نحن ما ظهرنا في بوست ولا في فيديو، نحن ظهرنا عبر ابواب الاعلام اللي ما كان بيخش اي زور يعني. فالفنان من غير عمل خاص ما بيعني حاجه مهما كانت قيمته او اسمه. فان شاء الله نحن نقدر يعني الثلاثه نقدر نعمل شغل كويس ومحترم ويكون مقدر يعني ما بالكميه الحاجه دي بالتاثير يعني. وفرح بعرف عنك انك يعني مرتبه وبتحب تخططي بتدرسي خطوات كويس. وين انا بحب كده بكون عارفه انا هسه بعد شهرين حامل شنو بطبيعي. انت لازم تخططي لراس السنه مثلا عندك كده وهاي عارفه بكون عارفه يعني بس اذا بعد ذاك الاغدار والحاجات وكده يعني مرات التخطيط ده انت في النهايه هو ما هو في النهايه غيب حاجات ممكن اذا تكون بتفكر في حاجات وربنا يكون ما تبقى لكن ربنا ما منعنا من التخطيط صح. بل بالعكس يعني ربنا بحب الزول اللي بيتمنى وبحب الزول اللي بيجتهد عشان يديه ويوفقه يعني. التخطيط حاجه سمحه تخليك انسان مرتب اكثر يعني. جميل. رماز مرغني اشكرك جدا نورتينا اليوم في نحن اصحاب افا عصام. تسلمي. انا والله حابه احييك انت يعني نحن الثلاثه اخترناك انك انت تكوني معنا في الحلقه يعني باجماعي. انت زوله حبيبه وزوله اخت وزوله صديقه ويعني زوله حاجه مختلفه يعني حاجه مختلفه. انا اول ما اصلا اطرحت عليه الفكره وافقت عليها طيبه يعني انت طيبه ان شاء الله وافقت عليها بدون تردد لانه بحبكم الثلاثه وقريبين من كلنا كمان ربنا يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله نختم معك صباح وختام حغني يا حنانة كلمات وألحان أحمد كوستي. بقول لكم كل سنة وأنت طيب. الأخ والصديق زولك جميل المبتسم دائما يعني والزول الطيب. بقول لكم كل سنة وأنت طيب وإن شاء الله دائما تكون مبسوط يا رب العالمين إن شاء الله. نختم معاك صباح العيدية دي ولكل المشاهدين الأكارم. دي كانت سهرة إهداء لكم نحن أصحاب بتوري نموذج طيب جدا وممتاز جدا للأصحاب الروحهم طيبة ونفسهم طيبة كمان في تعاملهم مع بعضهم البعض. نشكر باشمهندس طارق التركي لاستضافته لنا داخل ميرال بنشكره جدا. لحد ما ألاقيكم في حلقة جديدة وعيدية إن شاء الله دائما ألقاكم سالمين وتامين في أمان الله. حنانة حن علينا حنانة حن علينا حنانة حن علينا من الجبن انبهار رزقينا.